أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجنا التفاعلي اليومي تواصل.com. مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه الحلقة 4 ملفات تتضمن العديد من المقاطع الحديثة تناقلها عراقيون على نطاق واسع وعبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل تفاصيلها نلقي نظرة على عناوينها. في البداية سنكون مع مقاطع استشهاد عدد من المتظاهرين في الديوانية وفي بغداد وفي مناطق أخرى، ثم إلى جنازات شهداء تحولت إلى تظاهرات ضد القوات الحكومية في الأعظمية، وتشييع شهداء ارتقوا بمدينة الصدر في بغداد. ونطلع كذلك على دور عربات التوك توك في إسعاف متظاهرين أصيبوا برصاص القوات الحكومية في ظل استهداف سيارات الإسعاف، والختام بدور المرأة العراقية في دعم المتظاهرين. هذه المرة نقدم لكم نماذج من بغداد لسيدات كن عونا للشباب المتظاهرين. إذن تتدفق المقاطع التي توثق استشهاد المتظاهرين مع كل عودة للإنترنت المقطوع في العراق. لحظات استشهاد متظاهر بمنطقة الشعلة في بغداد أمام الكاميرا أثناء مرور رتل للشرطة الاتحادية. من صور المقطع قال: يرجى إرسال نسخة منه لمن يقول إن الجهات التي قتلت وقنصت هي طرف ثالث ومجهولة. نشاهد معا. إلى مقطع آخر، وفيه نشهد وإياكم على الطريقة التي قتل فيها الشهيد أمجد بائع شاي من الديوانية. الشهيد كان يبيع الشاي وكل الناس تحبه وتحترمه. قبل نحو عام للأسف وجدت وصيته الكثير من القمع والتهديم، وأجبر وقوبل بقوة جبرية من القوات الحكومية التي أجبرته على غلق مصدر رزقه. ربما هذه واحدة من الأسباب التي دفعت أمجد وكثيرين للتظاهر. نتابع الفيديو الذي يوثق لحظات استشهاد أمجد بائع الشاي. الله أكبر، ما يخلونا نشيل شهيد، ما يخلونا نشيل شهيد. تعال جيب السيارة جدي. الله أكبر شهيد، الله أكبر، الله أكبر. الآن نتابع وحضراتكم نتابع لقطات توثق لحظة استشهاد متظاهر في محافظة القادسية. هذه اللقطات نشرت حديثا مع عودة الإنترنت. مات والله، لا إله إلا الله. التظاهرات في مناطق بغداد مستمرة ويستمر معها القمع الحكومي. لقطات توثق لحظة استشهاد متظاهرين شرقي بغداد برصاص القوات الحكومية.
خرب مقدسات يا سفله. لا يا سفله لا يا قذرين. لا يا سفله لا يا قذرين. نبقى في بغداد ولقطات أخرى تداولها نشطاء حديثا لاستشهاد أحد المتظاهرين برصاص قناص حكومي. يا يابي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شيل عدد شيل عدد غايبين عدد عدد لا لا. قوافل الشهداء تتحول إلى تظاهرات أهالي منطقة ضد الحكومة، أو أهالي منطقة الكريعات في الأعظمية يشيعون جثمان شهيد. هذا الشهيد قتل على يد القوات الحكومية أثناء مشاركته بتظاهرات ساحة التحرير. مدينة الصدر في بغداد هي الأخرى تواصل تشيع ضحايا التظاهرات الذين ارتقوا برصاص القوات الحكومية مقطع لتشييع أحد الشهداء. الآن إلى مقطع آخر وفيه أيضا تشييع شهيد سقط برصاص القوات الحكومية، نشاهد وإياكم. يا الله
الآن إلى لقطات وثقت لحظات وصفها نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقاسية، وهي لوصول أحد الشهداء إلى منزله وقد اختلطت مشاعر الحزن والفخر لدى ذويه. نشاهد معا. بقونا في موضوع التظاهرات، ولكن الآن نذهب إلى زاوية أخرى من زوايا التظاهرات، وهي زاوية ميدانية. مركبات التوك توك أو ما تعرف بهذا الاسم، والتي تعمل أو يعمل عليها سائقون، واقعهم يعني عجب الفقر المدقع، يتولون انتشال ونقل المتظاهرين المصابين برصاص القوات الحكومية، بعد أن أكد شهود عيان أن ميليشيات مسلحة تلاحق سيارات الإسعاف، كما عرضنا ذلك في قناة الرافدين في حلقات سابقة، وقدمنا لكم لقطات من محيط ساحة التحرير تبين كيف تحولت هذه العربة من وظيفة نقل المواطنين إلى مهمة نقل الجرحى، ولقطات جديدة نشاهدها وإياكم الآن. كيف علق سائقو عربة التوك توك حول الموضوع بعد أن سخروا إمكانياتهم لخدمة الانتفاضة، انتفاضة تشرين؟ لنستمع إليهم في اللقطات الآتية. نقلب الجرحى، احنا نقلب دوري مظاهرين خطيئة، وهسه هاي جاي يرمون عليهم بالرصاص، واحنا جاي نطب بنصهم، جيبهم ونجي ان شاء الله منصورين عليهم ان شاء الله. لا اكو اسعاف، اسعاف يعني يروح بعد ما يرجع، بعد ما يرجع ولا يروح يطقونه بالاسعاف، واحنا هاي عشقنا على مود الجرعه نشيلها نوديها للمستشفى. صور الرمي ولا صور الرمي، وهاي بعض رمي علينا واحنا طالعين مسلمين، لا عندنا سلاح لا عندنا شيء. تلكم شهادات الوسطاء من سائقي عربات التوك توك الذين يقومون بنقل المصابين ميدانيا إلى المشافي وفق ما توفر لديهم من إمكانيات أقل ما توصف أنها متواضعة، ومتواضعة جدا. وعليكم الحكم. إلى موضوع آخر، المرأة العراقية الحاضرة في دعم ومساندة المتظاهرين، فضلا عن كونها أم الشهيد وأخته وزوجة، سيدة بغدادية
تتحدى القمع الحكومي وتصر على المشاركة في التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. نشاهد معا. العراقية أشرف أشرف من اللي نايمين وأشرف من اللي يطالبون بحق شعبهم وهم خاتين ببيوتهم. هاي المرأة العراقية، هاي البطلة، هاي المرأة العراقية اللي ما تخاف، اللي ما تخاف من الرصاص، اللي ما تخاف من الطلق الحي. يا الله يا الله الله ينتقم من الدولة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اخرج جنودك من السماء. هاي المرة العراقية، هاي المرة العراقية. إلى مقطع يبين تقديم مسنة عراقية المياه للمتظاهرين في محيط ساحة التحرير، وربما هو هذا كل ما تملكه نصرة للواقع الحالي، الواقع الذي يطالب به الشباب العراقي بتغيير حقيقي، الواقع الذي دفع الشباب للخروج اعتراضا على الظلم والظالمين. نشاهد هذه المسنة ومن ثم هذه المسنة عفوا ومن ثم ننتقل إلى امرأة عراقية تقدم نموذجا آخر. شوفوا الغيرة العراقية، أم عراقية تتبرع بالمي للمتظاهرين. ومن مسنة توزع المياه على الشباب الثائر في مختلف الميادين إلى مسنة عراقية أخرى توزع الطعام ما استطاعت إلى ذلك سبيلا على كثير من الشباب. مشهد وصفه شباب عراقي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مدعاة للفخر بالمرأة العراقية. وصلنا الآن وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى فقرة آراءكم، وفيها نشاهد هذه الصورة. في الصورة الظاهرة أمامكم الطريق إلى ثورة الحسين من هنا، الطريق إلى كربلاء من هنا، لافتات في بغداد تدعو الشعب للاختيار في ظل تزايد الدعوات لإحياء أربعينية الحسين في الخضراء بدلا من إحيائها في كربلاء. فليستجيب الغاضبون العراقيون لهذه الدعوات، وتتحرك تظاهرات الأربعين إلى المنطقة الخضراء بدلا من كربلاء. كل شيء وارد الحدوث ومحتمل، يقول نشطاء عراقيون على مواقع التواصل. الآن نقرأ المزيد من تعليقات الشباب العراقي في مختلف مواقع التواصل لا سيما فيسبوك، وكيف تعاطوا أو علقوا على هذه الصورة. أوس يكتب: اليوم شاهدتها بكثرة في بغداد، أجمل ما رأيت. يتحدث عن اللافتة أوس طبعا. إلى منشور آخر:
طرف يكتب مو الخاطر شيء بس الخاطر دم الشهداء على الأقل الله يرحمهم ويصبر أهلهم. إلى منشور ثالث، زينب تكتب الزيارة كل سنة تنعاد بس اللي صار بعد ما ينعاد، الشهداء بعد ما يرجعون لا تخلون دمهم يروح بالخالي بلاش. وكثيرون يؤيدونك يا زينب. إلى نور التي كتبت وكهواية شفت مكتوب الحل أن ترحل، يعني والله شقد فرحت من شفتها وشفت أكو ناس أحرار بعدهم ودا يحاولون يغيرون وكثيرون ينسجمون مع هذا الرأي. يا نور. إلى ببرهومي ويقول الطريق للخضراء إذا يفتهمون. الآن إلى المنشور ربما الأخير معنا الآن. هذا المنشور من تسمي نفسها أم رسل تكتب نتمنى يغيرون مسيرتهم المليونية باتجاه الخضراء هاي السنة إن شاء الله. إذن هناك شبه إجماع من الشباب العراقي ذكورا وإناثا على مختلف أو في موقع فيسبوك باتجاه ضرورة أن تتحول التظاهرات أو تتحول مسيرة الأربعين من كربلاء إلى المنطقة الخضراء. وكل شيء جاهز الآن، نذهب وإياكم إلى فقرة هاشتاغ وفيها العراق يثأر لكرامته. إذن هذا هو الوسم الإلكتروني أو الهاشتاغ الذي نشط على موقع تويتر خلال الساعات القليلة السابقة. أعزائنا المشاهدين، العراق يثأر لكرامته. نقرأ عليكم 4 تغريدات اخترناها لكم اختتمت بهذا الهاشتاغ. دكتور فاروق يكتب شلع قلع جميعهم بدون استثناء، ملطخة أسمائهم وأجسادهم بدماء الأبرياء على الرغم من تشخيصهم بأنهم خونة الوطن منذ أن تعاونوا مع المحتل الأمريكي، لكن ثوار تشرين عروهم من كل شيء وأسقطوهم أما من كانوا يدعون أنهم من أتباعهم. العراق يثأر لكرامته. إلى تغريدة ثانية، روان تكتب إذا أنتم رجال صدق ما تسكتون إلا تأخذون بثار الشهداء، حسبنا الله ونعم الوكيل. العراق يثأر لكرامته. إلى تغريدة ثالثة، نذهب وإياكم الآن إلى التغريدة الثالثة وكتبها علي ويقول فيها علي بعد 16 عاما من الوعود الكاذبة يجب أن ندرك بأنه لن يكون هناك تغيير جذري للفاسدين من خلال الاحتجاج السلمي، نتمنى ألا تذهب دماء الشهداء سدى. إلى التغريدة الأخيرة، نذهب وإياكم الآن وفيها كتبت سامية تقول إن لم يوحدكم المذهب فليوحدكم المصير من أجل العراق. هكذا تقول سامية وهذا ما يقوله كثير من العراقيين في ظل التظاهرات الجارية حاليا في انتفاضة تشرين. أعزائنا المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء من برنامجكم التفاعلي تواصل .com. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة إن شاء الله وتمام العافية. إلى اللقاء.